السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية إزالة غطاء الأظافر أو المناكير من اليدين؟ بداية نقوم بجلب وعاء كبير ونقوم بتسخين المياه إلى درجة الغليان، ومن ثم نقوم بوضعها في وعاء الذي قمنا بجلبه وننتظر حتى تبرد قليلا نوعا ما، ومن ثم نقوم بوضع الأظافر داخل هذا الوعاء وننتظر تقريبا من دقيقة إلى دقيقتين كحد أقصى، وأن ننتبه إلى أن نسبب أي حروق إلى الجلد، ومن ثم نقوم بإخراج الأظافر ونقوم بقشطها بمبرد الأظافر، فنرى خروجها بسهولة نظر لعمل المياه الساخن على تطرية المادة التي توجد في المناكير والقدرة على سهولة إزالتها. هناك طريقة أخرى والتي هي الخل والليمون. نقوم بعصر حبة من الليمون ويضاف إلى العصير معلقة من خل التفاحة، ثم يحركان معا حتى يمتزجا تماما، ومن ثم نقوم بتغميس الأظافر في مزيج عصير الليمون والخل مع بقائهما مغموسة فيه من دقيقة إلى دقيقتين تقريبا، ومن ثم نقوم بمسح المناكير عن الأظافر باستخدام مناديل ورقية سميكة، ومن ثم نقوم بتكرار العملية عدة مرات لحين إزالة المناكير بالكامل عن الأظافر. وبالتالي هذه الطريقة التي يتم استخدامها واعتمادها من العديد من الأشخاص دون استخدام أو اللجوء إلى الأسيتون، فبالتالي أنصحكم بتجربتها وأن تخبروني ما رأيكم بهذه الطريقة، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة. إلى اللقاء.